وطن اف ام 99.2. كلنا للوطن للعلا للعالم ملهو عين الزمن سيفنا والقلم. كلنا للوطن كلنا للوطن كلنا للوطن. وطن الاقتصادية نشرة إخبارية يومية من الأحد حتى الخميس الساعة 4 حتى 4:30 على شبكة وطن الإعلامية مع منتهى خليل. نتابع آخر وأهم ملفات الشأن الاقتصادية مع تحليلات اقتصادية وانعكاساتها على حياة المواطن الاجتماعية والمعيشية. هذه النشرة برعاية شركة سند. سند، استدامة، تطوير، بناء. والنبالي والفارس للعقارات. شركة النبالي والفارس للعقارات، معايير بناء جديدة. أهلا بكم في نشرة وطن الاقتصادية وفيها أبرز الأخبار المحلية والعالمية عبر شبكة وطن الإعلامية. دعونا نبدأ بأبرز عناوين النشرة. وزير المالية يوافق على تنفيذ اتفاق اتحاد المعلمين ماليا. دمغ 1,400,000 كيلوغرام ذهب خلال الشهر الماضي. والبنك الدولي يحذر من الجوع المستتر لتفاقم انعدام الأمن الغذائي في الضفة وغزة. في تفاصيل النشرة، قال رئيس اتحاد المعلمين سائد رزقاط إن وزير المالية شكري بشارة وافق على تنفيذ اتفاق الاتحاد ماليا الخاص بمساواة الإداريين بالمعلمين في طبيعة العمل ودمج مكافأة القدس ضمن الراتب الشهري. جاء ذلك عقب اجتماع رزقاط مع وزير المالية بحضور وزير التربية والتعليم مروان عورتاني وفق ما نشره على صفحته على الفيسبوك. وأضاف أنه تم التأكيد على ضرورة تعديل سلم الرواتب ليحقق العدالة بين الموظفين، كما تم التأكيد على استمرار التواصل الدائم من أجل تنفيذ ما تبقى من اتفاقيات. دعت وزارة النقل والمواصلات الفلسطينية المواطنين إلى الإبلاغ عن أي رفع لتسعيرة المواصلات بمختلف أشكالها، وذلك في ضوء شكاوى من ارتفاع التسعيرة على بعض الخطوط. نشرت الوزارة عبر صفحتها على الفيسبوك دعوة لتقديم الشكاوى عبر الرقم المجاني الخاص بشكاوى قطاع المواصلات 150 أو التواصل مع وحدة الشكاوى في الوزارة في حال ملاحظة أي اختلاف في أجرة النقل من قبل مكاتب السفريات الخاصة أو خطوط السيرفيس الداخلية والخارجية أو حافلات النقل العام. كانت الحكومة قد قررت في جلستها الأسبوع الماضي عدم رفع أسعار المواصلات وتكليف وزارة النقل والمواصلات والاقتصاد والمالية لدراسة البدائل الممكنة. ويذكر أن أسعار المحروقات في الأراضي الفلسطينية بلغت مستويات قياسية عند أعلى سعر لها في عام 2014 ليبلغ سعر لتر الديزل أو السولار المستخدم في وسائل النقل 6 شواكل.
اعتبر رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في قطاع غزة سامي العمصي قرار وزير جيش الاحتلال جانتس بتجميد زيادة حصة التصاريح الممنوحة للفلسطينيين في القطاع عقابا جماعيا. قال في بيان صحفي إن الاحتلال يستخدم العمال كورقة سياسية واقتصادية ضاغطة على غزة ومؤثرة بعد وصول أعداد العمال الذين يعملون في الداخل المحتل من القطاع لنحو 12 ألف عامل، وأي يوم تعطيل يكبدهم خسائر تبلغ 3 ملايين شيكل يوميا. وأضاف أن نوايا الاحتلال كانت مكشوفة وواضحة في بداية التفاهمات التي لازال يماطل في تنفيذها، حيث جرى إبرام التفاهمات مع الوسطاء على أن تكون حصة غزة 30 ألف عامل، لكنه لم يفي بها ولا زال يتلاعب في زيادة 2000 عامل الذي أعلن عنهم قبل أسبوعين وقام بتجميد زيادة الحصة. وقعت وزارة الزراعة اتفاقية مع 6 مجالس محلية من عدة مناطق لإنشاء حدائق ومتنزهات. قال وزير الزراعة رياض العطاري خلال توقيع الاتفاقية بمقر الوزارة بمدينة رام الله إن هذه الاتفاقية تنص على تأجير عدد من الأراضي المصنفة بالغابات لتكون عبارة عن متنزهات لتشجيع السياحة الداخلية وتوسيع الرقعة الخضراء في القرى والتجمعات السكنية. ولفت إلى أن مساحة هذه الحدائق والمتنزهات تبلغ نحو 145 دنما، فيما أن كل حديقة ما بين 15 إلى 20 دنم. حصل 5 رياضيات ورياضيون على جائزة حاضنة أعمال الجبل المالية في دورتها 6 بدعم وشراكة مع مؤسسة دروسس السويسرية، وذلك ضمن مسابقة قمة الجبل لريادة الأعمال التي تم عقدها مع الشريك الاستراتيجي في الحديقة التكنولوجية الفلسطينية تكنو بارك في بيرزيت، وبمشاركة 15 ريادية وريادي ممكن ممن تمكنوا من الوصول لنهاية برنامج الجبل لريادة الأعمال من أصل 27 بدأوا رحلتهم في عالم ريادة الأعمال منذ شهر شباط من عام 2022، حيث أن برنامج الجبل لريادة الأعمال هو أحد البرامج الرئيسة التي تنفذها حاضنة أعمال الجبل. يتلقى المشاركون من خلال ما يعادل 100 ساعة تدريبية مكثفة موزعة على 4 إلى 5 شهور ليشمل مواضيع متنوعة في الطاقة الحيوية والذكاء العاطفي واليوغا والتأمل والراحة النفسية، وأيضا إلى لغة الجسد والدراما، بالإضافة إلى اكتشاف الشغف وتطوير وكتابة الفكرة وتدريبات الجدوى الاقتصادية، بالإضافة إلى دراسات السوق وتطوير الموازنات ومهارات التسويق والتسوق والتسويق الرقمي ومهارات أخرى في العرض التي ترافق كل أيام التدريب. كما يحصل كل من يصل لنهاية البرنامج على شهادة في ريادة الأعمال وعلى خدمات كاملة من تصميم الهوية البصرية وتصميم شعار المشروع والمواد التسويقية عبر منصات التواصل الاجتماعي. تقرير للبنك الدولي يكشف تفاقم انعدام الأمن الغذائي في الضفة وغزة وأوجه القصور في معالجة نقص المغذيات الدقيقة بسبب محدودية فرص حصول الأسر المعيشية الفقيرة، خاصة على الأطعمة الغنية بالمغذيات الدقيقة كاللحوم الحمراء والخضروات الطازجة والحليب. وأضاف بنك الدولي في تقريره أن هناك عوامل أخرى
كالحواجز المادية التي تحد بين سبل الحصول على الخدمات الصحية، وكذلك انعدام الأمن لفترات طويلة تحول دون أن يكون هناك تأثير كبير لما يتم اتخاذه من مبادرات عديدة للتصدي لنقص المغذيات الدقيقة، مرجحا أن تنتج عن استمرار تفشي حالات نقص المغذيات الدقيقة بشكل كبير عواقب وخيمة على صحة الإنسان، بالإضافة عواقبها على التنمية الاقتصادية إذا لم يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة. وفي أخبارنا المحلية أيضاً، دمغت مديرية المعادن الثمينة في وزارة الاقتصاد الوطني الشهر الماضي طناً و400 ألف كيلوغرام ذهب تقريباً، في حين بلغت إيراداتها جراء عملية دمغ المصوغات الذهبية التي تحمل الدمغة الفلسطينية قبة الصخرة 1,400,000 شيكل تقريباً. وسجلت عمليات دمغ المعادن الثمينة خلال شهر أيار ارتفاعاً بنسبة 98% مقارنة مع ذات الشهر من العام الماضي. حققت الإيرادات ارتفاعاً بنسبة 103% عن الشهر ذاته من العام السابق، وسجل متوسط سعر أونصة الذهب عن شهر أيار الماضي 1,848 دولار للأونصة، مسجلة تساوي مع ذات الشهر من العام الماضي. تدمغ مديرية المعادن الثمينة سنويا نحو 10 أطنان من المصوغات الذهبية، وتقدر كمية الذهب الموجودة في فلسطين بنحو 105 أطنان. ويعمل في صناعة وبيع المعادن الثمينة نحو 556 مصنعا ومحلا تشغل نحو 3,000 عامل. برنامجه للمسؤولية المجتمعية المستدامة، نظم البنك الإسلامي الفلسطيني نشاطا تطوعيا لزراعة الأشجار في مدينة طولكرم بالتعاون مع البلدية، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للبيئة. انطلقت فعاليات النشاط الذي استهدف تخضير شارع سكة في المدينة بمشاركة مدير فرع طولكرم عمار ياسين وموظفي الفرع، بالإضافة إلى عدد من موظفي البلدية. جرى تخضير المنطقة المستهدفة وأيضا تركيب شبكة ري للأشجار التي تم زراعتها. مدير عام البنك الإسلامي الفلسطيني عماد السعدي قال إن هذا النشاط يأتي في إطار جهود البنك للحفاظ على البيئة، وذلك من خلال زيادة رقعة المساحات الخضراء. بالانتقال إلى أخبار البورصة المحلية، حيث شهدت بورصة فلسطين لهذا اليوم تداولات بلغت أكثر من 200 ألف سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 379,600 دولار أمريكي، نفذوا عبر 129 صفقة. أظهرت بيانات بورصة فلسطين إغلاق مؤشر القدس الرئيس على انخفاض مسجلا 661 نقطة عن إغلاق الجلسة السابقة، متأثرا بانخفاض قطاعات الخدمات والبنوك والقدس الإسلامي وارتفاع مؤشري الاستثمار والصناعة، بينما استقر مؤشر التأمين. خلال الجلسة سجلت أسهم الشركات الأكثر ارتفاعاً فلسطين للاستثمار الصناعي قرابة 5%، بنك الاستثمار الفلسطيني وصل إلى 3.5%، سهم سجائر القدس قرابة 0.5%. في المقابل سجلت أسهم الشركات الأكثر انخفاضاً خلال جلسة تداول اليوم البنك الوطني 3%، سهم أريد وبنك الإسلامي الفلسطيني قرابة 1%، سهم باديكو والاتصالات الفلسطينية بحدود 0.5%.
انتقال إلى الأخبار الدولية، قالت وزارة الداخلية الإسرائيلية إن الجانبين المغربي والإسرائيلي سيوقعان على اتفاقيات ثنائية للتعاون، بما فيها اتفاقيات لتنظيم جلب عمالة مغربية في قطاعي التمريض والبناء للعمل في دولة الاحتلال. نقل موقع إسرائيل هيوم أن الاتفاقية كهذه في حال تم توقيعها تنظم عملية جلب العمالة المغربية لتساعد في تطوير سوق الإسكان في إسرائيل وتسريع عمليات البناء لمشاريع إسكانية تحل مسألة النقص في الأيدي العاملة الأجنبية في مجال رعاية المسنين والمرضى الذين يحتاجون رعاية على مدار الساعة. ذكرت القناة السابعة العبرية اليوم أن وفداً مصرياً من رجال الأعمال وأصحاب المصانع وصل ليلة الماضية إلى إسرائيل في زيارة ستستمر لعدة أيام، ووفقاً للقناة العبرية تعتبر هذه الزيارة الأولى منذ ما يقارب عقد من الزمن. يضم الوفد 12 شخصية مصرية، وقالت أيضاً القناة إن هدف الزيارة يأتي في إطار تنفيذ اتفاقية بين مصر وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية. سيلتقي الوفد مع عدد من رجال الأعمال الإسرائيليين. وإلى الأردن، حيث أعلن وزير المياه والري الأردني محمد النجار أن الحكومة الأردنية اعتزمت شراء كميات من المياه من إسرائيل لتعويض نقص المياه الذي يمر به الأردن. كان أكد النجار أن وزارته لن تستملك الأراضي التي تحتوي آبارا مخالفة، وإن كثيرا منها موجودة في مناطق بعيدة، إضافة إلى أن هذه المياه غير مطابقة للمواصفات. ارتفع الذهب صباح اليوم في آسيا، حيث ضعف الدولار الأمريكي قبل عطلة الولايات المتحدة. ارتفعت العقود الآجلة للذهب لتصل إلى 1846 دولارا و80 سنتا للأونصة في هذا اليوم. وفي أخبار الذهب الأسود، شهدت أسعاره اليوم استقراراً في مستهل تداولات أسبوع جديد بعد خسائر حادة تكبدها الأسبوع الماضي جراء مخاوف الركود في الاقتصاد العالمي. واجهت أسعار الخام النفط ضغوطاً شديدة من توالي البيانات الاقتصادية السلبية حول العالم، والتي تشير جميعها إلى تباطؤ في الاقتصاد العالمي وربما دخوله في مرحلة ركود تضخمي في ظل توجهات البنوك المركزية لتسريع عكس سياستها النقدية نحو المزيد من التشدد لكبح التضخم. إلى هنا وصلنا إلى نهاية نشرة وطن الاقتصادية عبر شبكة وطن الإعلامية. كنت معكم منتهى خليل، دمتم في أمان الله. وطن الاقتصادية، نشرة إخبارية يومية من الأحد حتى الخميس الساعة 4 حتى 4:30 على شبكة وطن الإعلامية مع منتهى خليل. نتابع آخر وأهم ملفات الشأن الاقتصادية مع تحليلات اقتصادية وانعكاساتها على حياة المواطن الاجتماعية والمعيشية. هذه النشرة برعاية شركة سند. سند، استدامة، تطوير، بناء. والنبالي والفارس للعقارات. شركة النبالي والفارس للعقارات، معايير بناء جديدة.